عاد وصلت الآن لأحد المعالم اللي تعدى عمرها أكثر عن 50 عام حسب ما يقال. أنا حاولت أني أبحث عن المعلومات لكن المعلومات قليلة جدا، لكن بقول لكم المعلومات اللي وجدتها. هذه السفينة يزيد عمرها أكثر عن 50 سنة، ويقال أن اسمها سفينة الخمام بشد الميم، سفينة الخمام، وهي أحد المعالم اللي موجودة في جزيرة مصيرة. هذه السفينة هشوفوا ما شاء الله، سفينة كبيرة. سفينة الخمام سفينة الخمام بشد الميم أكثر عن نصف قرن عمرها. موجودة في جزيرة مصيرة. هذا الجهة الخلفية وهذا الجهة الأمامية. طريقة البنيان، الخشب الأول القديم، الحديد الأولي، باقي لليوم، يعني ما تأكلت من الرطوبة ومن الملح. سبحان الله، يعني الأكل تهرم أشياء بسيطة، هذه تأكلت من الرطوبة. سبحان الله، شو الخشب اللي كانوا يستخدموه الأوليين، طريقة البنيان. شوف الخشب، ويقال هذا يسمونه البدن. كان ودي تكون عندي معلومات دقيقة عن السفينة لكن ما حصلت. هذه سفينة لكن ما حصل طريق اني اركب، خفت ان اخرب السفينة مثلا. اعفدك اذا خافت السفينة.